اتحاد الكرة المصري ظلمني، وكان نفسي تجربتي مع منتخب مصر تكمل، وكنت هصعد كاس عالم وبحذر حسام حسن. تصريحات نارية من حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق. تعالوا نشوف الحكاية ايه. ظهر حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر ومدرب الزوراء العراقي حاليا مع الاعلامي سيف زاهر، اتكلم عن العديد من الامور والملفات الهامة اللي بتخص منتخب مصر، وجه العديد من الرسائل لحسام حسن مدرب المنتخب. فيا ترى قال ايه حسام البدري؟ قال في بداية كلامه: انا ما خدتش فرصتي كاملة مع منتخب مصر ومشيت بسرعة، محدش كان بيدعمني نهائي في تدريب منتخب مصر للأسف. كمان قال حسام البدري: كل الناس عارفة الكلام اللي بقوله، والكل عارف اني اتظلمت في تدريب منتخب مصر، وكلموني وقالوا لي اني مدرب منتخب مصر بشكل رسمي، لكن اتحاد كرة القدم ما كانش فيه اي دعم منهم نهائي. حسام البدري قال كمان: على الرغم من كل اللي حصل لي في تدريب منتخب مصر، حققت نجاحات كتير، واللي كان مطلوب مني حققته، والمنتخب صعد لكاس امم افريقيا، وكنا ماشيين كويس في تصفيات كاس العالم، وبعد ده كله مفيش عملية، وكان في أجندات موجودة بلاش أتكلم فيها. حسام البدري قال: كنت أتمنى أن تجربتي مع منتخب مصر تستمر، وكان الناس تحكم عليا بشكل نهائي في نهاية التجربة. أنا كنت ناجح وحققت كل حاجة مطلوبة مني، لكن اتحاد الكرة المصري كان عاوز يجيب مدرب أجنبي بأي طريقة، كنت حاسس بكده، وده كان له تأثير سلبي عليا. اتكلم حسام البدري عن حسام حسن مدرب منتخب مصر الحالي، ووجه العديد من الرسائل ليه، وقال له: أنت جايب تكليف، وده واجب وطني تجاه مصر، وكل الناس وارد وبتدعم لك، واللي أنت شايفه صح واوعى تخلي حد يأثر على قراراتك. وقال كمان حسام البدري لحسام حسن: لازم تتعامل بحذر جدا، وممكن في اي وقت من الاوقات تبقى فاكر ان في دعم ليك، والحقيقه ان مفيش دعم ولازم تخلي بالك. حسام البدري قال ان دعم الاعلام لحسام حسن كويس جدا بجانب الجماهير المصريه، وده اهم شيء، وكل الجماهير عاوزه تجربه حسام تنجح، وان شاء الله يحقق حسام حسن كل النجاحات مع منتخب مصر، ولو ما حصلش توفيق الاجندات هتشتغل تاني على حسام حسن. حسام البدري قال: انا لو كنت موجود مع منتخب مصر وممشتش، كنا هنصعد لكاس العالم في قطر 2022، لكن التجربة انتهت سريعا. واتكلم عن حارس مرمى منتخب مصر الأساسي في غياب الشناوي للإصابة في الوقت الحالي، وقال: كل الحراس عندهم فرصة انهم يظهروا مع المنتخب، لكن ممكن يشارك محمد أبو جبل بشكل أساسي، وبعد كده هيكون في مفاضلة بين محمد عواد ومصطفى شوبير. اتكلم حسام البدري عن تجربته في الدوري العراقي مع فريق الزوراء، وقال: الفريق ماشي كويس وموجود دلوقتي في المركز الثالث في الدوري، لكن في حالات تحكيمية جدلية وظلم تحكيمي على الفريق، وكمان صعد لدور الثمانية في بطولة الكاس. اتكلم حسام البدري عن صالح جمعة المحترف في الدوري العراقي، وقال انه سعيد بمستوى صالح جمعة في الوقت الحالي، وانه لازم يركز علشان هو قصر في حق نفسه قبل كده، لكنه في الوقت الحالي ماشي بشكل كويس.